المحافظات هي كلها مشاكل محليات. بالفعل احنا عندنا مشكلة في المحليات، سواء في الإدارة المحلية أو في المجالس المحلية المنتخبة اللي هي دورها إنها تراقب على الإدارة المحلية وتشارك في الأولويات طبقا لاحتياجات المواطنين في المربعات الجغرافية المختلفة. عهد ووعد إنه في خلال سنتين إذا ما وفقت وتوليت المسؤولية هيكون خلص قانون الإدارة المحلية الجديدة، هنتكلم ونقول هيطور في إيه، وهنكون انتهينا في خلال عامين من انتخاب مجالس محلية منتخبة، هي دي هتحل 70% من المشاكل اللي أنا عمال بسمعها، لأن المحليات هي اللي بتقدر تعرف المواطنين عاوزين ايه وقريبين منكم وبيقدروا ان هم يحددوا الاولويات، ولكن مش على الطريقه القديمه. ايه اللي احنا هنجدده في المحليات؟ اول حاجه في القانون ان احنا معظم مشاكل المحليات ان الحكومه المركزيه بتاخد معظم الايرادات، وبالتالي التنمية في المحافظات بتبقى طبقا لأولويات الحكومة المركزية في القاهرة. لا، احنا في القانون الجديد احنا بندعم جزء من اللامركزية في تحصيل الإيرادات المحلية. بمعنى ايه؟ محافظة البحيرة عندها موارد في جزء منها سيظل في المحافظة. المحافظة توجهه وتنميه طبقا لأولويات أهل المحافظة.